هلأ سرطان الثدي يعتبر هو الحقيقة من أشع سرطانات عند النساء الحقيقة، سنويا تقريبا في أكثر من مليون ونص إصابة بسرطان الثدي بكل العالم. طبعا تختلف بين منطقة ومنطقة، مع العلم أنه ممكن أن يصيب الرجال أيضا في طبعا حالات ممكن أن يصيب الرجال طبعا بنسبة قليلة، يشكل تقريبا 1-2%، بس في معظم الحالات هو يصيب النساء بشكل. النقطة الثانية أهمية والتركيز دائما على سرطان الثدي، كما ذكرنا هو من السرطانات القابل للشفاء والقابل فعلا للوقاية. طبعا هناك السرطانات بشكل عام هذه الفكرة مقبولة، لكن تبقى هناك سرطانات أفضل من سرطانات من حيث التطور ومن حيث الاكتشاف الباكر. الأسباب طبعا هي أسباب متعددة جدا، ممكن تكون بعض الأسباب هي مشتركة ما بين كل السرطانات، وهناك أسباب خاصة لسرطان الثدي. من أهم هذه الأسباب الحقيقة والذي يتم تركيز عليها حاليا هو العامل الجيني أو العامل الوراثي، بشكل تقريبا 20% من سرطانات الثدي. تقريبا 20% من سرطانات الثدي هو سرطان الثدي العائلي أو الوراثي، بعضه قد يكون هناك طفرة جينية قد تنتقل وأصبح بالإمكان اكتشافها، والبعض الآخر هي فقط قصة عائلية وبالتالي الخطورة تكون أكبر. من العوامل الأخرى باختصار طبعا ممكن نذكرها هي الاختلال العوامل الهرمونية لدى المرأة. من المعروف أن المرأة التي ذات سن الضهي المتأخر أو التي بدأت بالدورة التنصية بشكل باكر، المرأة الغير متزوجة، المرأة العاقر أو التي ليس لها أطفال، المرأة الغير مرضعة، كل هذه الفئات هي سيدات ذات نسبة أكبر، معرضنا بنسبة أكبر لسرطان الثدي. طبعا التفسير هو بسيط، هو اختلال نسبة الهرمونات وخاصة بما يتعلق بالإستروجين والبروجستيرون.